افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية معرض في حب الرفاع الذي أقيم بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل والأمومة بمقر الجمعية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والأهالي وممثلي القطاع الحكومي والأهلي والخاص، حيث أشار سموه إلى أن النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، ودعم ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، للحفاظ على دعائم المجتمع والترابط الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع في جميع المحافل والمناسبات. وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية في هذا الصدد بجهود جميع المشاركين في معرض في حب الرفاع ودورهم في إبراز شعور الفخر والاعتزاز وتعبير المشاركين عن حبهم لمدينة الرفاع لما لها من بالغ الأثر في نفوسهم، وأن احتضان المحافظة الجنوبية للمعرض هو ملتقى لتبادل الخبرات والتجارب، حيث اجتمع فيه هواة المقتنيات التقليدية والصور التاريخية فضلا عن أصحاب الفن التشكيلي، بالإضافة لإبراز الأعمال الفنية لمنتسبي الجمعيات الأهلية والاجتماعية ودورهم الذي عزز المشاركة الوطنية المميزة. وأكد سموه أن الجانب الثقافي والاجتماعي يحظى باهتمام كبير للمبدعين والمبتعات من الأهالي والمواطنين لتبقى المحافظة الجنوبية حاضنة للفن والإبداع ومنبرا ثقافيا يسهم في تقديم التاريخ العريق للمنطقة ومزجه بالحاضر المشرق الذي نعيشه اليوم من خلال تلك المشاركات التي قدمت قيمة عالية وحازت على إعجاب الجميع.